شلون بني آدم يصير مؤرخ؟ يعني واحد قاعد مثلي كذي مشتهي يصير مؤرخ، شو يسوي؟ شنو مواصفات المؤرخ؟ أول شيء العشق، عشق المادة. بعدين الهدف. وايد مؤرخين بس أنا مؤرخة غير. شلون غير؟ شلون؟ أنا ماني مؤرخة اعتيادية. بمعنى؟ بمعنى أني أنا مؤرخة اللهجة الكويتية. بس اللهجة؟ بس اللهجة. واللهجة أبواب وسيعة. أيه. سبع موسوعات. ما شاء الله ما شاء الله. لأني أنا أخذت اللهجة حتش الرجال والنساء. الكلمة اللي يقولها الرجال وتقولها المرأة. مثال أعطيني كلمة يقولها يعني الرجال والمرأة. مثلا لما أسألك قبل عندك كذا تقول ماميش. أنت تقول ماميش وأنا أقول ماميش. أيه. وماميش وماميش يعني ماكو. أيه. إحنا درجنا اللهجات. أيه. كل ساعة نغير لما وصلنا إلى ماكو. بس ولا هي لا فيها وايد أشياء. عجيب عجيب. الشيء الثاني أخذت الموروث الأدبي الشعبي النسائي، لأن وجدت علم قزير في شعر وفي سجع وفي سويلفات وفي عبارات وفي تعبيرات مهي موجودة عند الرجل بتاتا. كلش مرة واحدة ما يقولها الرجال، ما يقولها الرجال كلش، ما يقولها الرجل ولا يمت إليها بصلة. الرجل عاقد النونة، يقعد من الصبح يبحث عن رزقه. أيه. منه الريلاكس المرة، منه الليوان تستخدمه ويجونها النسوة يرانها وجماعتها، وكل وحدة تطلع من راسها صوت. عجيب. تعال شوف الصفقة، تعال شوف الإهزوجة، تعال شوف المثل. عجيب عجيب. تعال شوف الحكمة وإسداء النصيحة، وتعال شوف السجع. عجيب.